خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم للمية تقول لنا آخر أسعار الذهب والعملات. اتفضلي يا لمية. شكرا هدير. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي سعر البيع 19.44 والشراء 19.37، اليورو سعر البيع 19.43 والشراء 19.34، جنيه استرليني سعر البيع 22.14 والشراء 22.3، فرنك سويسري سعر البيع 20.11 والشراء 20.2، اليوان الصيني سعر البيع 2.77 والشراء 2.76، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.17 والشراء 5.15، دينار كويتي سعر البيع 63.1 وسعر الشراء 62.61، أخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.29 قرش والشراء 5.27 قرش. ودلوقتي نروح نشوف متوسط أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق فيه النهارده 957 جنيه للجرام، عيار 21 النهارده 1116 جنيه للجرام، وعيار 24 سعر السوق النهارده 1276 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8928 جنيه. ودلوقتي نكمل مع هدير ومصطفى. شكرا ليك يا لمي.